كابتن هاني العجيزي رايه ايه في ماتش بكره؟ طبعا توقعاته ايه اول حاجه؟ كابتن هاني مساء الفل. يا فل ابو حميد وحشني. وانت جدا والله. هنعمل ايه بكره؟ هنعمل ايه بكره؟ بالاخير ان شاء الله، ربنا ان شاء الله باذن هاني الله. حبيبي وحشني، عامل ايه؟ كابتن اشرف ممدوح بيمسي عامل عليك. ايه؟ يا كابتن اشرف صح، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله ربنا يخليك يا هاني. قول لي شايف ماتش بكره ازاي يا كابتن هاني؟ وشايف تاثير النتيجه اللي حققها الاهلي وفوزه في القاهره بنتيجه 2-1 على ماتش بكره ايه؟ والله يا ابو حميد هي مباراه صعبه طبعا، مفيش خلاف، وده واصل للناس كلها حتى بعد المباراه، بعد الهدف اللي يعني اللي ملوش لازمه اللي دخل فينا بصراحه في اخر المباراه. المباراه ده اربك حسابات الدكتوره وجماهير النادي الاهلي بشكل عام. صعب الموقف على اللعيبه، لكن لسه بسمع الكابتن اشرف بيتكلم على ثقه اللعيبه والاصرار اللي عندهم ان هم يقدروا في المواقف دي تبان اللعيبه رجاله. واعتقد ان النادي الاهلي يعني موضوع بالنسبه له حته ان انت تلعب نهائي ده بره ارضك، يعني الموضوع اتكرر كتير، والنادي الاهلي ياما خد بطولات بره ارضه كتير، فاللعيبه اكيد وصل لها الكلام ده كله. مباراه مش سهله خالص، يعني في عوامل كتيره مش عايزين نتكلم فيها برضو دلوقتي، لان المباراه في عوامل كبيره اكيد هيبقى لها تاثير على مجريات المباراه، من ضمنها الجمهور والتحكيم، ومش عايزين نقول مبررات من دلوقتي، لكن انا بتكلم في الحاجات اللي هتحصل، وكلنا عارفين ان الحاجات دي هتحصل. ايوه لازم لعيبه الاهلي يبقى عندها القدره ان هي تستوعب ان ده هيحصل، ولازم تقدر ازاي هتواجه الكلام ده، وازاي ان انت هتقدر تستوعب اي قرار او اي حاجه هتحصل في المباراه، لازم يبقى انت عندك استعداد بشكل كبير لاي حاجه هتحصل في المباراه. لكن زي ما قلنا النادي الاهلي اللعيبه عندها خبرات كافيه ان هي تقدر ان شاء الله باذن الله في مباراه زي دي باذن الله، وتقدر وبتمنى طبعا مستر الكره ان هو يدير المباراه بشكل جيد، يعني طبعا هو كلنا بندعي يعني كلنا مش طبعا حاجه ان احنا بندعي طبعا طبعا الموضوع في الاول والاخر مستر كولر طبعا. انا ده كان سؤالي اللي جاي ليك. انا كنت اقول لك ان بكره الساعه 10 ل 10 هتلاقي مصر كلها اتحولت للاسيستنت كوتش بتاع مستر كولر، وبتسال او بتحط الطريقه والتشكيل اللي المفروض يبدا بيه المباراه. افضل طريقه من وجهه نظرك كابتن هاني، يعني شايف ماتش بكره او جيم بكره يلعبوا الاهلي ازاي؟ وهل متوقع يلعب بطريقته، ضغط وهجوم واستحواذ وخلق فرص، بنلعب بره زي بنلعب جوه، بنلعب مع الوداد زي بنلعب مع اي فريق هنا في الدوري، ولا المباراه دي بالذات ليها حسابات تانية مختلفه؟ لا انا شايف، بص يا محمد درجه حاجه، مستر كولر هو اللي شايف حاله اللعيبه عامله ازاي، تمام؟ لكن بنتكلم كخطه، لا الخطه اللي لعب بيها الماتش اللي فات انا شايف ان هي مناسبه بشكل كبير جدا. هو كان ممكن الماتش اللي فات ان هو كان لازم يعني يباهت شويه نادي الوداد، ان هو كان ممكن يطلع واحد من الاختيارات الثلاثه ستان ديانجا او حمدي فتحي، ما كانش حد كنا شفناه، لازم ينزل صانع العاب عنده حلول ان هو كان ممكن ان هو يقدر يخلص في الماتش بعدد كبير من الاهداف، لكن هو الراجل كان عنده تحفظات، وده مطلوب في الماتشات النهائيه، تمام؟ لكن بكره مفيش عندك مجازفه ان انت ممكن تقدر تلعب بصانع العاب بكره، الراجل هيلعب اكيد بنفس التكتيك بتاعه ونفس الخطه بتاعته اللي بيلعب بيها الماتش اللي فات. وهيقدر ان هو في خلال اول ربع ساعه ان انت تقدر تستحوذ على الكوره زي ما انت قلت، لان ده مهم جدا جدا جدا. اللي هتلاقي طبعا فرقه الوداد نازله عندها باور وعندها حافز ان هي عايزه تجيب جول في اول ربع ساعه، اول ربع ساعه انا شايف ان هي مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي بكره، ان انت تقدر يعني تشوف المباراه هتمشي ازاي، وازاي ان النادي تمتص الحماس بتاع فريق الوداد في اول ربع ساعه، وده مش هيحصل الا بالاستحواذ وبالهدوء طبعا. ان شاء الله باذن الله عدوا اول ربع ساعه هتلاقي الماتش بقى روتين عادي، هتقدر ان انت تهاجم بقى بشكل طبيعي. بتمنى ان شاء الله لبكره ان الفرص اللي تيجي، يعني مفيش بكره تهاون، بكره الفرصه عندك. لسه هقول له نصيحتك للفراوده بكره ايه؟ الفرصه بتيجي بكره يعني ما بتتعوضش، فاتمنى اي حد يجي له فرصه بكره ان هو يقدر يستغلها. شفنا كهربا الماتش اللي فات ضيع كذا واحده في اول مباراه، لكن قدر ان هو يحرز اهداف بعدها، هدف بعدها، لكن بكره الفرصه بتبقى ثمينه شويه. صحيح. الفرصه مش هتجي لك كتير بس. هو انا بس هزود على كلام الكابتن هاني انها ما بتتعوضش وما بتتنسيش، الحاجات دي ما بتتنسيش. طبعا ما النهايات دي بتبقى صحيح. ده احنا من كاس العالم 90 فاكرين كور ضاعت وما كانش المفروض تضيع لغايه النهارده. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني، وان شاء الله نبارك لبعض بعد ان شاء الله.
المباراه باذن الله.